ما تشربي قهوتك يا مدام شهيرة. شنطة ايه صحيح اللي انت كنت عايزة تجيبيها معاكي؟ وانت مسافرة ولا ايه؟ والله يا جلال بيه اللي اعرفه ان اللي بيسافر عندكم ما بيرجعش. واللي تعرفيه ده بقى تعرفيه منين؟ انت ست متعلمة ومثقفة واعلامية كبيرة، واكيد فاهمة كويس ان اي معلومة لازمها مصدر. انما بقى كلام المصاطب وقعدات النميمة ده ما يليقش بيكي. هو انتوا خليتولنا حد نسأله ولا حاجة ندور وراها؟ ما سبتولناش غير شغل المصاطب دي، كمان مستكترينها علينا؟ طيب مديني قدامك اهو، اسألي على اللي انت عاوزاه وانا هجاوبك بكل صراحة. اسألي يعني، بدل ما تطلعي تهاجمينا في البرنامج بتاعك وتشتمينا كل يوم والتاني. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ السؤال ده لحضرتك انت اللي عاوزة يا مدام شهيرة. انت اللي طلعتي هاجمتينا في قضية محمود علوان واتهمتينا كمان بقتله وبدون دليل، وامبارح طلعتي في البرنامج برضو واتهمتينا بالتقصير في حادثة الفندق وبرضو بدون دليل. ممكن اعرف انت بتعملي كده ليه والمصلحة مين؟ لمصلحة الناس، ولان ده شغلي. ولا انتوا بس اللي تعرفوا مصلحة الناس واحنا لأ؟ محدش قال كده، بس يعني هي مصلحة الناس انك تطلعي كل يوم تهاجمي وتشتمي وتشككيهم في كل حاجة في البلد وبدون دليل؟ والله انا بعمل اللي بقدر عليها، والباقي بقى عليهم، هما يدوروا ورا كلامي ويتاكدوا من الحقيقه. انا بقى جايبك النهارده علشان اقولك الحقيقه، بس بعد اذنك اعتبريه لقاء مع مصدر مش عايز يقول اسمه. اساليني وانا هجاوبك بكل صراحه في كل حاجه تخص قضيه محمود علوان وحادثه امبارح، بس بشرط. شرط ايه؟ زي ما انا هعمل اللي عليا وهقولك الحقيقه وبالدليل، انت كمان تعملي اللي عليكي وتنقلي اللي هقولهولك بالظبط للناس، حتى لو اكتشفتي ان الكلام اللي انا هقولهولك ده ممكن يكون عكس موقفك العدائي ناحيتنا. قلتي ايه؟ الولد